فجر منزلا لعائلة في غزة كهدية لزواج صديقه، وهذا ما حصل فيه بعد ذلك. رامسي تينبرينو جندي أمريكي إسرائيلي قاتل في غزة ونشر مقطعاً على مواقع التواصل لحظة تفجيره بيتاً كهدية لزواج صديقه، وفيديوهات أخرى لإطلاق نار عشوائي وتفجير لمنازل ومساجد في القطاع، حيث كان متفاخراً بذلك، إلا أنه نال عقاباً على أفعاله بطريقة لم يكن يتوقعها. عائلة الجندي تملك فندق بلومون في نيويورك، وبعد انتشار فيديوهاته تتبعه ناشطون وكشفوا عن اسمه ووجدوا فندق العائلة لينشروا حملة ضخمة لمقاطعة الفندق وكشف حقيقة الجندي عبر تعليق ملصقات بالقرب من الفندق ووصفه بمجرم الحرب ومفجر المساجد. حملة المقاطعة لاقت نجاحاً واسعاً، ما دفع الجندي لطلب التبرعات في حوار مع صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية والإعلان عن حملة تخفيضات تصل إلى 70%، كما ظهر في مقطع فيديو آخر، ولكن هذه المرة للمناشدة وطلب الدعم والتبرع. والد الجندي اعترف أن الأعمال التجارية للعائلة تلقت تهديدات منذ أن بدأت مقاطع الفيديو في التداول طالباً الدعم من الناس.